هناك من حذف تأشيرة المواطنين الصينيين اللي كيجيو المملكة المغربية. فهاد السياحة عرفت كذلك واحد قفزة نوعية هائلة. 2015 كنا كنستقبلوا 10,000 سائح صيني، بعد حذف التأشيرة 2017 استقبلنا ما يفوق 100,000 سائح صيني، وهذا الرقم مازال في تزايد. الصين كتهتم كذلك بالنموذج التنموي ديال المملكة وبالديناميكية الاستثمارية اللي كاينة في المملكة بجميع الجهات وجميع القطاعات. وحنا اليوم كنشاهدوا الحضور ديال شركات وازنة في عدة مجالات وفي عدة مناطق، وكنتمناو ان هذا اللقاء اليوم غادي ينتج عليه كذلك اتفاقيات جديدة بالخصوص مع هذه الجهة ديال سوس مسا درعا.